أمي الحبيبة، أحضرت لك اليوم هذا الخليط الذي عملته بنفسي لك. هذا الخليط مكون من عناصر طبيعية من الأرض الطيبة التي تعشقيها، وضعت في هذا المخلوط الزيت الناتج من شحوم الخروف من المنطقة اللية، فكانت في مقدار نصف الكمية، والنصف الآخر هو عبارة عن زيوت، زيت زيتون، زيت لوز حلو أو مر، زيت السمسم. وضعت زيوت النعناع، زيوت الزعتر، زيوت القرنفل، الزيوت المعطرة، ووضعت عليها حب الرشاد بمقدار 3 معالق، وضعت عليها معلقة من العسل، ووضعت عليها معلقتين من الكركم، وخلطت هذا الخليط بشكل جيد بعد وضع زيت الشحوم من ذيل الخروف، وأحضرتها لك بيدين مشبعات في هذه المواد لألامس ركبتك ومفاصلك ورجلك وقدميك التي عانت الكثير، بداية من فترة الحمل، ليس فقط عملية حمل، لا، أثقال إضافية على الجسم، وإنما مشاركة للجسم في كل المواد الغذائية واللي موجود من جسمك. بلشت فترة الحمل، بتبلش فترة الآلام في المفاصل، بتبلش هالكلس ينقص عندك بسبب انه الجنين بده كلس، بده حليب. كل العناصر اللي موجودة في المفاصل وفي الأربطة وفي الغضاريف شاركتيهم، مش بس لإلي ولكمان لتسع إخوة من إخوتي، وهذا سبب عندك مشاكل، آلام في العمود الفقري، آلام في الرجلين، دوالي، مشاكل سكري، مشاكل ضغط، مشاكل التهابات، مشاكل جلطات خفيفة، كله بسبب هالفترة هذه والفترات هذه. وما اقتصر دورك والدتي الغالية على انك ولدتينا، كمان كمل دورك لمراحل سنوات من حمل، من رعاية، من تنظيف، من ترتيب، من طبخ، من وقوف، من قعود بشكل كبير، لانه الحياة تاعك يا امي انه هو للاولاد. فجبت لك اليوم هذه الهدية معي، جهزت لك اياها، وبدي امسج لك كل المنطقة هذه اللي بتعاني منها بشكل كبير، اللي هي منطقة الركبة. بدي امسح لك شوية على العضلات، هدول العظام يتلين وياخذوا كل هالمواد الطبيعية هذه اللي من بلادنا ومن اصلنا. بدي ادخلك شوية زيوت على منطقة الاربطة هنا ومنطقة الغضاريف المهترئة عندك من الولادة والحمل وال بسببنا. هحاول الين لك المنطقة اللي خلف
المفصل، هذه المنطقة بصير فيها عندك تجمعات كتيرة من الالتهابات اللي ناتجة عن الاحتكاكات في المفصل الركبي تاعك والمفاصل التانية. فكل الالتهابات بتلاقي الفجوة اللي هون لأنها تتجمع فيها، وهذا بيأثر عليك بشكل سلبي وبيخلي الآلام كتيرة وبيخلي المضاعفات كتيرة عندك، وبتضلك تشعري في الآلام المزمنة، وهذا بيسبب خشونة وعدم صعوبة بالحركة وآلام مزمنة والتهابات والانتفاخات بتنزل لإجريك تحت. فحبيت أعملك الحركات هذه بشكل بسيط شوي شوي على منطقة الجلد، وعيد وضع المواد الطبيعية هذه اللي بتعشقيها يا والدتي الغالية واللي أبوي بيعشقها. بدي أرد أحط كمية وأرد أعمل الفرق. ها أنا حطيت كمان ليمون في المخلوط هاد، وحطيت السمسم الحب عشان هيك حتشعري بخشونة، وبس هذه الخشونة كويسة لما أحط إيدي أنا هيك على إجريك وأضغط شوي شوي، وصير مع هالخشونة هاي اللي في حبات السمسم واللي في اللوز المطحون، هاي الخشونة بتسرع من عملية إنه المواد هذه الطبيعية تدخل لجسمك. هذه المواد مواد جاية يعني من أصلنا، من السنة النبوية، من كتاب من القرآن الكريم، يعني هذه أمور بنستخدمها واستخدمناها طول عمرنا يا حجة. ففيش فيها مضاعفات، كويس كتير لجلدك، كويس كتير للدوال اللي موجودات عندك في منطقة الركبة وتحت في الإجرين، كويس للسكري هذا اللي عندك صلوا فترة وعامل لك مشاكل بالأعصاب وفي الدورة الدموية وخشونة. هادي كويس كتير المدهون هاد لما ندهن لك اياه ونلف لك اياه في البشكير ونحط وتنامي وتصحي الصبح بتكوني شاعري براحة كبيرة. بدك تخلي له طول الليل هذا يا يا امي، بزيل كل الالتهابات لانها هاي كلها مواد طبيعية، يعني اكتر من 10 مكونات كلها بتشيل الالتهابات، ضد الالتهابات، ضد الأكسدة، بتوسع الدورة الدموية، بتنشط الحركة في المنطقة هذه. والأهم من كل هذا وجود السوائل هذه أو الزيوت اللي من إذابة شحوم الغنم مخلوطة مع الزيوت، زيت الزيتون والزيوت الثانية، هذه هي الزيوت اللي تنتقل بشكل مباشر للمفصل. هذه المفاصل والغضاريف والأربطة والعضلات بيعتمدوا بشكل كبير على المواد الطبيعية هذه لبناء نفسهم وتجديد نفسهم والحفاظ على النضارة وأخذ كل المكونات الطبيعية لتخفيف حدة الآلام والالتهابات وعمل ليوني في المفاصل. في أي مفصل بدي أحط لك إياه على جريكي، بدي أهنلك على ركبتك، بدي أهنلك على ظهرك وغطيك هذيك الليلة أو على صدرك اللي التنفس يرتاح عندك وتحسي بشعور أحسن إنه الأكسجين هذا كويس كمان لإلك، لأنك عندك أزمة وعندك صعوبة بالتنفس وعندك مياه على الرئة وعندك مشاكل رئوية. فأنا بدك تدهني على المنطقة هذه، على منطقة صدرك تحت الأباط، منطقة الظهر، تلف حالك بجرزاي كويسي ودافي والحاف ولا الحافين ولا ثلاثة، وبتصحي الصبح بشعور جيد. هاي الأمور بتنظف كل المناطق هذه في المناطق الرئوية، يعني وين ما بدك يما بتستخدمي، بتحطي فيها التلاجة هالمسحوق هاد، اتعبنا شوية انه جهزنا فبدي تستفيدي منه، وبدي كمان تعطي جاراتك وتعطي خواتي وندهن لأبوتنا وندهن لخواتنا ولأخوتنا في المدهون هاد. أنا ما بدي بس أبعث لهم إياه رسالة ولا أعمل شير، هذا ما بمشي، هذا بده عمل. الهدف الرئيسي يا جماعة الخير، أنا منها الصدقة الجارية، مش إني أفرجيكم وإنتوا تعملوا على نفسكم، الهدف إني أعلمكم أدرسكم
انكم تكونوا انتو دكاترة لحالكم ورد الجميل تساعدوا الناس التانيين واقرب الناس اللي تساعدوهم اللي هي امكم وثم ابوكم وثم اختكم وثم اخوكم وهالاقربون اولى في المعروف وانتو تعملوا الشي هاد لإلهم وانتو تتجهزوا الوصفات هذه سواء لإلهم او اي شخص فقير اي شخص فقير ممكن تساعدوه لتخفيف آلامه وهي مواد كلها رخيصة مواد في متناول اليد ممكن خلطها وعملها بطريقة سهلة بيتية فقط وهي ممكن تريح وهي حتكون ممكن تكون وما هي بديل قوي جدا عن الأدوية المكلفة هذه والمدهون والمراهم الطبية اللي غالية الثمن وقليلة المفعول بالمقارنة مع هذه الشغلات الطبيعية اللي هي من أرضنا مش مستوردة موجودة عندنا عارفين مصدرها وعارفين شو فعاليتها نتمنى لك يا حجة يا إم ماهر من ابنك محمود إم ماهر اللي هي اسم أمي حسنية محمد أسعد ملحم من بلدة عنبتة فبنتمنى لك الصحة والعافية وبنتمنى انه نوصل قريبا اللي اقوم بهذا الواجب وبتمنى من الجميع يكون بهذا الواجب البسيط اللي هو ولو شيء بسيط تحاولوا تخففوا الام امهاتكم ومن ثم ابوكم ومن ثم خواتكم ومن ثم اخوكم او اخيك او ديروا بالكم على بعض شكرا لكم تحياتي دكتور محمود الصوص علاج طبيعي وتاهيل